دعمتنا المنظمات إلى فترة محددة، كنا من خلالها نقوم بضخ الماء للأهالي، ومن ثم وقف الدعم. ونحن الآن بحاجة إلى تدخل المنظمات من أجل استمرار عملية الضخ للأهالي. نقوم بضخ الماء على عدة مراحل. المرحلة الأولى ضخ الماء من سد ميدانكي إلى محطة شران، نقوم بتصفية الماء وترقيده ومعالجته وتعقيم الماء، ومن ثم ضخها إلى الأهالي.